أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد. لو أول مرة تشوفنا وعجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك، ولو مش مشترك في القناة اعمل سبسكرايب واشترك حالا وفعل الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري. ولو عملت شير يبقى فيك الخير. 3 2 1. أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد و معلومة جديدة مع كورس تأسيس. النهاردة بعد ما اتكلمنا عن الحروف وأنواع وعرفنا أنواع الحروف من متحركة وحروف صامتة وساكنة، النهاردة إن شاء الله هنبدأ في المرحلة الثانية وهي مرحلة الضمائر. لما نيجي نسأل حد عن الضمائر يقول لي إيه الضمائر؟ أول حاجة الضمائر بالإنجليش معناها pronouns. pronouns يعني الضمائر. الضمائر دي أنواع، طبعاً أنواع. تعالى نتعرف في أول معلومة معانا أنواع الضمائر. في ضمائر اسمها ضمائر الفاعل، ودي الأكثر معرفة، يعني كلنا تقريبا عارفينها. هي ضمائر الفاعل تقول لي I, he, she, it, we, you, they، وضمائر المفعول، وضمائر الملكية، والضمائر المنعكسة، وعندي كمان صفات اسمها صفات الملكية. الضمائر جزء من اللغة، عبارة عن 6 أنواع: ضمائر فاعل، ضمائر مفعول، ضمائر ملكية، ضمائر منعكسة، وكمان صفات ملكية. صفات ملكية. طيب نبدأ بأول حاجة. أول حاجة وهو ضمائر الشخصية. الضمائر الشخصية اللي هي pronouns. pronouns الضمائر الشخصية أو ضمائر الفاعل. ضمائر الفاعل I أنا، I أنا، he هو، he هو، she هي، she هي، it هو أو هي لغير العاقل، it، we نحن، we نحن، you أنت، you أنت، they هم، they هم، they يعني يعني هم. دي كانت الضمائر، دي كانت الايه؟ الضمائر، زي هم. 7 ضمائر، 7 ضمائر. الضمائر الشخصية أو ضمائر الفاعل دايما بتيجي في أول الجملة، مكانها أول الجملة. ليه؟ لأن الجملة في اللغة الإنجليزية بتبدأ بالفاعل، وبالتالي ضمير الفاعل يجي فين؟ يجي مكان الفاعل، فهو مكانه أول الجملة. الضمائر الشخصية أول الإيه؟ الجملة. طيب أما النوع الثاني من الضمائر، ضمير يأتي بعد الفعل. ضمير المفعول ده عبارة عن ضمير يأتي بعد الفعل، اعتماده كليا على ضمير الفاعل، لأن هو في علاقة ما بين ضمير الفاعل وضمير المفعول، لأن هو بيبقى من جنسه I me. ضمير الفاعل I المفعول منه إيه؟ me. he him، she her، it it، you you، we us، they them they them. لاحظ ان ضمائر الفاعل او عفوا المفعول تاتي بعد الفعل، مكانه فين ضمير المفعول ده؟ مكانه بعد الفعل. ضمير المفعول مكانه بعد الايه؟ بعد الفعل. أما النوع الثالث من الضمائر وهو ضمائر الملكية. ضمائر الملكية، ضمير الملكية عبارة عن كلمة بتيجي في نهاية الجملة. الضمير ده بيجي في نهاية الجملة، علاقته مع ضمير الفاعل، يعني I mine. I mine. mine دي معناها ملكي. mine معناها إيه؟ ملكي. he has معناها ملكه. she hers. hers يعني ملكها. you yours ملكك. we ours ملكنا. they their. they theirs. theirs معناها، theirs معناها ايه يا شباب؟ معناها ملكهم. theirs معناها ملكهم.
لاحظ ان الضمير الملكية يأتي في نهاية الجملة، زي ما قلنا الضمير الملكية يجي في نهاية الجملة. الضمير اللي بعد كده وهو الضمائر المنعكسة reflexive pronouns. I myself، بنفسي، بنفسي myself. He himself، بنفسه. She herself، بنفسها. It itself، بنفسه أو نفسها لغير العاقل. You yourself، طبعا لو جات you أنتم يبقى yourselves. We ourselves، بأنفسنا. They themselves، يبقى دي اسمها ضمائر المنعكسة. أما عن المعلومة الأخيرة وهي عبارة عن صفات الملكية، صفات الملكية، صفة الملكية I، صفة الملكية منها my، he his، she her، it its، it its. من you، صفة الملكية من you your، من you your. من we our، من they their، من they their. تمام، لاحظ بقى ان ضمير المفعول يأتي قبل الاسم. لاحظ ان ضمير المفعول او صفة الملكية، عفوا، لاحظ ان صفة الملكية تأتي قبل الايه؟ الاسم. صفة الملكية يجي بعدها ايه؟ يجي بعدها اسم. My book، كتابي. His pen، قلمه. Her bag، حقيبتها. Its legs، أرجلها. Your book، كتابك، كويس جدا. Their، جاية طبعا من their. يبقى لاحظ ان صفة الملكية تأتي قبل الايه؟ قبل الاسم. تعال نبص بعد كده على التمرين اللي معانا. exercise، عندي كلمات I، me، mine، her، herself. تعال بقى نشوف التكملة معايا ازاي نكمل. نقط go to my work by bus. قلنا الجملة في اللغة الإنجليزية تبدأ بفاعل، يمكن أن يكون اسم أو ضمير. فاعل ده ممكن يكون اسم أو ضمير. طب كل اللي فوق ده ضمائر، طب بس انا عايز ضمير فاعل، فين ضمير الفاعل اللي عندي؟ هو ضمير الفاعل الوحيد الموجود هو I، هو ايه؟ I. يبقى I go to work by bus. كمان عندي هنا my، my لها علاقة مع I، يعني لو موجود هي ما كنتش احطها، لا طبعا ما كنتش احطها عشان my هنا. She does homework by، she does her homework by، عملت الواجب بي، بنفسها، بنفسها يبقى herself. يبقى ايه؟ يبقى herself. طيب this book is، هذا الكتاب ملكي. انا عايز حاجة تيجي في نهاية الجملة ومعناها ملكي، يبقى ده اسمه ضمير ملكية. this book is ضمير ملكية، هو ضمير واحد بس اسمه mine، يبقى هقول this book is mine. طيب this is book، book دي كتاب، اسم، يبقى ايه اللي هيجي قبل الاسم؟ ضمير صفة ملكية، عفوا، صفة ملكية. this book، this is her book. تمام، يبقى هقول this book او this is her book. تمام. طيب give the pen please، give ده فعل، يبقى ايه اللي هيجي بعد الفعل؟ ضمير المفعول، يبقى اديني القلم ده لو سمحت، يبقى give ايه؟ give me the pen please، give me the pen please، اديني القلم ده لو ايه؟ لو سمحت. اشكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.